والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ما شاء الله الله يزيدك ما شاء الله. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بهاجى القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك إن شاء الله.